سؤال أفضل أمريكا، كندا، أستراليا، كل واحد بيلاقي فيها يعني. اليوم إذا سألت الشخص اللي عايش بكندا بيقول لك كندا حلوة، سألتني مثلا أنا بأستراليا إذا يعجبني شيء بأستراليا راح أقول لك لا لا ما تجي على أستراليا، ممكن أنت تجي هون ويكون وضعك أحسن من وضعي مثلا، أنا عم بعطي مثال يعني، يكون وضعك أحسن من كتير ناس عايشة هون، كل واحد له رزقه وكل واحد له بلد بيتوفق فيه، فما فينا نميز بين أستراليا وكندا وأوروبا، كل واحد عنده بلد بيقتنع فيه وبيرتزق فيه، فمن هيدي الفكرة بتجي ايه والله أنا بهيدا البلد اللي بهيدا البلد كان موضوع شغلي ووضع حياتي أحسن من هيدا البلد. ابتسمة ليه زعلانة؟ لا ماني زعلانة أبداً. كنت ازعل بس هلا بطلت ازعل على شيء. كنت قبل راضي الشخص بكلام، انه اذا حدا قال لي كومنت او شيء، اذا حدا حاول انه ما اذيه بطريقة كلامي، بس هلا لا، تعامل بالمثل، اللي بيعاملني منيح بعامله بالمنيح، واللي بيعاملني بالقبيح برد له اياها، لا ما تطنش، هيدا الشيء بيرجع قرار لإلي. ألمانيا أحلى شيء والله يا ناس، تعالوا على ألمانيا، هي بلد القانون وبلد الأحلام والمصاري فيها كتير. أنت شو بتشتغل بألمانيا؟ هات لنشوف. نحاول نقارن هيك بين شغل كذا بلد، شو بياخد وشو بيعطي. بس ما حدا بيقول اصلا هيدا الشيء خصوصي، يعني انا ما بحب اتدخل فيه، نسينا انه هيدا القانون، هون القانون ممنوع تسأل واحد تقول له قد ايه بتاخد. بشتغل بشركة مرسيدس حلوة. كلهم على الدول. تندا اصلك من وين؟ بس انا في ناس بشوفها لهيك ما بسأل، بحب الانسان يكون صريح، لانه اكتر الوقت نحن بناخد توقعات اكتر، يعني على طول بيجي شخص مثلا بتسأله ما بيعطيك السؤال المظبوط، ما بيعطيك الحكي التميم، يعني على طول بيكسر لك من معنوياتك دغري، اي شخص دغري بيكسر لك من معنوياتك. مشهورة بالسمك صح؟ ايه اه يا شباب انا عندي صيف، اللي عم بيقلم شغلة مروحة او لابسة نص كم او هيك، انا عندي صيف. انا بحاول رد على كل حدا اوكي، بس إذا في أسئلة ما بدي رد عليا يعني غير السؤال ممكن رد عليه، إذا بشايفني إني عم بقرا ومش عم برد يعني أنا ما بدي رد على السؤال. أنا قبل 7 سنين جيت على ألمانيا، ما معي حق تكت القطار، درست وتوظفت وهلأ أموري كتير منيحة والله، إيه ألف الحمد لله يا رب. عندنا برد شامي وأفتخر، يا هلا يا شامي. صيف الدنيا ايه، شكرا وانت محترم. لك صحيح اليوم سمعت انه صاير في هز بالشام، صح هيدي الخبر ولا لا؟ ثانك يو.
بطرطوس كمان نزلوا. يعني صاير والله اخبار ما بتطمن. الله يجير، الله يجيرنا يا رب، الله يكون معكم. انتوا حاولوا يعني اللي بيكون بالشام او بتركيا او هيك يطلع من المناطق اللي بيقولوا عنا فيها خطر، ولا ما في حدا بيقولكم انه هذا المناطق فيها خطر؟ ربنا يكون بعونهم. آمين يا رب. $1000 يكفي شهر؟